ويحضر معنا في الاستوديو محمد الجويلي، المدير العام للمرصد الوطني للشباب والباحث في علم الاجتماع. اهلا بك سيد الجويلي. الموضوع حساس، الانتحار اليوم لدى الاطفال والفئه التلمذيه تحول الى ظاهره، وهناك من يعده يعني امرا غير مستغرب الان لتواتر العمليات. هناك منهم من اوساط ريفيه، هناك منهم اليوم في باردو هنا، فما السبب برايك؟ هو هناك أولا ملاحظة عامة أن هناك تطبيع الآن في تونس منذ الثورة إلى الآن، هناك تطبيع مع حالة الانتحار حتى أيضا قبل الثورة. دونك في حالات الارتباك المجتمعي بشكل عام، ونحن نعيش منذ 2011 إلى الآن حالة عدم استقرار على جميع المستويات، هذه تعطي إمكانية أكبر للسلوكات المنحرفة بما في ذلك الانتحار، كأولا عقاب للذات، عقاب للمؤسسة مهما كان نوعها، وعقاب للظروف العامة التي يمر بها أي شاب. الملاحظة الأولى كما قلت هو أنه في حالة تطبيع يعني شامل مع حالة الانتحار، كل يوم إما هناك محاولات انتحار أو تهديد بالانتحار الفردي والجماعي، ثم الحالات التي توجد الآن في المؤسسات التربوية. هذا بصفة عامة، يعني اليوم كما قلت لك في المؤسسة التربوية الفئة من العمرية صغيرة، يعني هناك من 10 سنوات أو من 9 سنوات تقريبا حسب بعض الدراسات إلى 35 36 سنة. بالنسبة هناك تفصيل الآن حسب الفئة العمرية لأنه هذا مهم جدا. بالنسبة للأطفال في 9 10 11 12 سنة، هؤلاء لا يدركون معنى الموت، هؤلاء عندما يقدمون على الانتحار إنما يقدمون على طريقة قصوى في العقاب، في معاقبة من يتصورون أنه سبب في مأساتهم مهما كان نوعها. هذا بالنسبة للأطفال ما قبل المراهقة. بعد المراهقة وفي حالات الشباب يكون هناك إدراك ووعي لحالة الموت، أنه الانتحار يؤدي إلى الموت، وقتها تتغير الوضعية. ولكن نعتقد أنه المشترك بين هؤلاء، خصوصا أنه على الأقل سجلنا في 2015 في حدود 305 حالة انتحار، في من جانفي 2016 الآن في تقريبا 35 حالة انتحار، جزء كبير منهم في تقريبا معدل واحد في كل يوم، في كل يوم تقريبا. نعم. على الاقل في شهر جانفي، وحتى ايضا في خلال خلال السنه، وفي فيفري الان فيه حالات يعني بدات يعني تظهر. نعم. تظهر. دونك ثم انشئنا التصرف في الحياه، يعني الدافع الاساسي الى هذا هو انه الان المعاناه لم تكن كما كان في السابق معاناه جماعيه، الان المعاناه تتجه اكثر فاكثر ان تكون معاناه فرديه، وبالتالي الحل هو حلا فردي. من المسؤول على هذا؟ المسؤول طبعا المسؤول انت والمؤسسه، يعني اذا كانت الظروف عائليه مؤكد ان العائله طبعا، لانه دائما العائله بد ان تكون في اصغاء، في حاله اصغاء متواصل ومرافقه متواصله يعني لابنائها. المؤسسه التربويه يعني كل المؤسسات يعني اللي تتقاطع معها حياه الاطفال او حياه التلاميذ، طبعا عندهم مسؤوليه في كيفيه رصد هذه المسائل، كيفيه التعامل معها، وكيفيه مرافقتها اكثر فاكثر، حتى نستطيع ان نؤمن يعني لهؤلاء التلاميذ، على الاقل مما نتحدث عن التلاميذ نؤمن لهم اكثر ما يمكن من الحصانة النفسية والاجتماعية، أنه يكون عندهم معنى لوجودهم ضمن عائلاتهم، ولوجودهم بين أترابهم وأصدقائهم، وأيضا في وجودهم داخل المؤسسة التربوية، أن نعطي لهم معنى. طبعا نرافقهم في المعاهد، طبعا هناك لابد من رعاية نفسية واجتماعية، هذا مؤكد وقالوه الناس كل، ولكن أيضا نضيف إلى هذا يعني تنويع المنتوج المدرسي حتى لا يكون منتوجا فقط مبني، لأنه فيه زاد تلامذة أقدموا على الانتحار. وجب إيجاد بعض الآليات مثل النوادي، مثل طبعا لإخراج تلك الطاقة ربما، لأنه المدرسة جزء من الذين أقدموا على الانتحار أو انتحروا أيضا أسباب دراسية، بمعنى أنه المعاناة مسألة التحصيل الدراسي والأعداد والخوف من العائلة عند هبوط المعدل. نعم. إلى غير ذلك، هذا يؤدي، فالمفروض أنه المدرسة لا تكون فقط مدرسة من أجل المعرفة ومن أجل الامتحان، أن تكون مؤسسة يعني في الإصغاء في الاستماع، وتكون مؤسسة تنوع منتوجها الرياضي والثقافي والفني، حتى يلقى التلميذ والشاب داخل مؤسسة تربوية معنى لوجوده داخلها. نعم. هل هناك آليات بعينها للحد من هذه الظاهرة؟ الآليات الأساسية هو لابد أن يكون فيه أخصائي نفسي واجتماعي في هذه المؤسسات، لأنه لا فقط من أجل مسألة الانتحار، ولكن هناك سلوكات منحرفة أخرى في المؤسسات التربوية، هناك العنف، هناك استهلاك المخدرات، هناك الاعتداء على المؤسسة بشكل عام، فلا بد أن يكون هناك آليات تعديل. بمعنى أنه لأنه دائما التلميذ شو عنده الأستاذ المربي وعنده الإدارة، ودائما في حالات توتر بين هذه الأطراف الثلاث، فلا بد أن يكون هناك معدل ووسيط
اجتماعي او نفسي هو اللي يستمع للطرفين ويحاول يعني يخفف من وطأة التشنجات الممكنة بين الاطراف المشكلة للعملية التربوية. نعم، أشكرك سيد محمد الجويلي المدير العام للمرصد الوطني للشباب والباحث في علم الاجتماع على كل هذه التوضيحات.